حق النادي الاهلي في ان يلعب هذه البطوله بكامل لاعبيه. الموقف الثاني بعتنا للاتحاد الافريقي في امكانيه النظر في تحريك البطوله، لان في حاجه ثانيه مشكله يا احمد بيه حضرتك هتواجهنا، ان اللعيبه بتوع النادي الاهلي مش بس هيبقى في مشكله من يوم 3 ليوم 9 او يوم 10 او يوم 12، ده اللعيبه دي هيتم تسليمها للمنتخب الوطني بدايه من يوم 1 يناير او يوم 5 يناير على الاكثر. يعني اللعيبه دي مش هتبقى تحت امره الجهاز الفني للنادي الاهلي عشان تبدا تتمرن معاه لمده اكثر من شهر. ده برضو واحده من المشاكل الثانيه. فاحنا خاطبنا ايضا للاتحاد الافريقي، ايضا هنبعت جواب للاتحاد الدولي لكره القدم لامكانيه تحريك مواعيد البطوله حتى تكون في فرص عادله للنادي الاهلي مثله مثل الفرص الاخرى المشاركه في البطوله، اللي في الحقيقه اللي هي مش واقعه في النطاق الجغرافي في القاره الافريقيه وما عندهاش اي بطولات في هذا الصدد. لا وخاصه انه ماتشات كلها قويه من اول ما تلعب مع مونتيري وربنا يكرمنا، ونروح بالميراس البرازيلي ربنا يكرمنا، وربنا يكرمنا نروح النهائي المره دي مش عايزين نلعب على الثالث، رايحين يعني نلعب النهائي يا رب ان شاء الله. وبالتالي انت محتاج كل القوه بتاعتك تبقى موجوده معاك. محتاجين كل قوتنا، ومحتاجين ان احنا نحقق طموحات جماهيرنا في مصر، ومحتاجين نحقق جماهيرنا في الدول العربيه بان احنا نتقدم من المركز الثالث ان شاء الله الى مركز اعلى في البطوله، ولدينا طموح كبير، والنادي الاهلي دائما ما يكون نموذج مشرف لكره القدم المصريه. المجلس يتصدره ازمتين كبار قبل ما يبدا، يعني في اول دقائق من بعد الانتخابات بتتصدره هذه الازمات. ايه اللي بيتم حاليا كابتن محمود الخطيب مع المجلس بالكامل، لانه هذه الامور كمان ممكن لا قدر الله تعمل ازمه كبيره داخل النادي الاهلي مش عايزينها. الاهلي كبير والاهلي حكيم والاهلي يواجه الازمات بحكمه، وخير دليل على ذلك بان قبل لموعد الانتخابات بيوم واحد فاز النادي الاهلي بجائزه الشيخ محمد بن راشد كافضل مؤسسه رياضيه عربيه، يعني مؤسسه محوكمه، وبالتالي لديها مجلس اداره يتمتع بحسن اداره الازمه، ولديه من الحكمه في الحقيقه، ولديه ايضا مسؤوليه تجاه وطنه، لديه مسؤوليه تجاه دولته. هذا هو تاريخ النادي الاهلي، ويظل تاريخ النادي الاهلي مستقرا بحكمه قياداته، بحوكمه مؤسسته اللي بتعرف تنضبط في كل الازمات وتواجهها بكل شكل وبكل حكمة قانونية أيضا موجودة منضبطة. لازم أحيي كابتن خطيب ومجلس الإدارة، خدوا قرار مهم، لفتة طيبة جدا من النادي الأهلي، تقديم واجب العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووفد كبير راح من النادي الأهلي امبارح. أيضا هذه مهمة قوية جدا ورسالة قوية جدا. بشكر حضرتك وبشكر حضرتك على هذه اللفتة الكريمة. في الحقيقة كابتن محمود كان حريص أن يكون هناك وفد كبير من النادي الأهلي برئاسة السيد العمري فاروق الذي كان نائبا للرئيس في الدورة السابقة والذي فاز بثقة الجمعية العمومية بمنصب نائب الرئيس في الحقيقة، وكان معاه أيضا السيد خالد مرتجي الفائز بمنصب أمين الصندوق، وأيضا الأستاذ طارق أنجيل عضو مجلس الإدارة في الحقيقة، أولا لقيمة ومكانة نادي الزمالك كمؤسسة رياضية أيضا وطنية إحنا بنكن لها كل احترام وتقدير، أيضا لمكانة الراحل الجليل معالي المستشار الجليل جلال إبراهيم. مكانة عندنا جلال إبراهيم مكانة كبيرة عندنا، وفي الحقيقة الكابتن محمود كان حريص على تقديم واجب العزاء بنفسه. لكن حضرتك تعلم ان اثناء انعقاد الجمعيه العموميه الكابتن محمود تعرض لازمه صحيه عنيفه، لانه لم يكن مر بفتره النقاهه المطلوبه نتيجه لوجود الجمعيه العموميه ويعني وصهر حتى الساعه 4:30 صباحا، وكان ثاني يوم موجود في النادي وكلم في الحقيقه معالي المستشار احمد جلال ابراهيم وعزاه، وقال له انا كنت حريص ان انا اكون موجود في العزاء لكن ظروفه في الحقيقه. الكابتن خطيب كلم المستشار احمد جلال، أكلمه تليفونيا وقال له أنا برسل وفد من النادي الأهلي وكنت حريص أن يكون في هذا الوفد في الحقيقة، لكن الظروف الصحية والضغط الشديد اللي بيتعرض ليه وخاصة في عينه زي ما حضرتك عارف منعه فعلا أن هو يكون موجود في تقديم واجب العزاء، لكن كان في وفد مثل النادي الأهلي وقدم العزاء باسم النادي الأهلي. دكتور سعد شلبة، أولا بشكرك شكرا جزيلا.